في 29 من شوال من العام العاشر للهجرة توفي طفل اسمه إبراهيم، ولم يكن سوى إبراهيم بن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. نعم، طفل الرسول مات بعد سنتين من ولادته. لنا أن نتصور حزن أبيه، فقد كان أبا كأي الآباء يحزن ويبكي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ولنا أن نتخيل حزن أمه ماريا القبطية وحزن الناس وهم يرون قائدهم وحبيبهم وصاحبهم في تلك الحالة بعد أن فقد ولده. وبينما الحزن يخيم على كل هؤلاء، إذ بشيء غريب جدا يحصل فوق رؤوسهم، وفي وضح النهار بدأت السماء تظلم وكأن الليل حل وسط النهار، يرفعون رؤوسهم فإذا بالشمس أمام عيونهم تختفي خلف القمر، إنه الكسوف. وكأن السماء تحزن لموت ابن الرسول، كيف يمكن أن يكون ذلك صدفة؟ قد يشك أحدهم في صحة هذه القصة رغم أنها ذكرت في صحيح مسلم والبخاري وفي سنن النسائي وأبي داود وابن ماجة وآخرون. القصة مذكورة كما هي وبنفس التفاصيل. وقد يقول المشكك إنها ربما صدفة أو أن الناس قد بالغت أو أخطأت، ثم كيف للسماء أو الشمس أن تحزن على وفاة بشر؟ ولماذا تحزن أصلاً وهي أدرى بأن الحياة الدنيا واهية وزائلة؟ لكن الأكثر غرابة في القصة هو أنه، وبالإضافة إلى البخاري ومسلم وابن ماجة وكل علماء السند، هناك مؤسسة حديثة جداً ولا علاقة لها بالدين إطلاقاً تؤكد نفس الحدث وبوسائلها التكنولوجية وبالحسابات الرياضية الدقيقة، وهي وكالة ناسا شخصية. توفي إبراهيم عليه السلام يوم 29 من شوال في السنة العاشرة للهجرة، الموافق إذن 27 من يناير سنة 632 ميلادية، ويمكنكم إيجاد هذا التاريخ بكل بساطة. ويوفر موقع وكالة ناسا لائحة لكل تواريخ الكسوف والخسوف التي حدثت أو ستحدث بفضل حساباته عن حركة الشمس والأرض والقمر. فالوكالة وعلماؤها يرون بأن الكواكب تتحرك وفقا لحساب رياضي دقيق. دخلت بنفسي إلى موقع ناسا وبحثت عن هذا الملف، ثم الملف الخاص بسنة 632، وإذا بي أجد تاريخ 27 من يناير كيوم حدث فيه كسوف الشمس. العجيب هو أن الكسوف ظاهرة تظهر في بقع معينة فوق الأرض، وليست ظاهرة تشمل الكرة الأرضية في نفس التوقيت. وهنا تبهرنا ناسا بأمر آخر، وهي أنها وبنفس الحسابات تقوم بتحديد المكان الذي ظهر فيه الكسوف الكامل، وبنقرة واحدة تظهر لنا الخريطة ويظهر فيها الكسوف كاملا وسط الإطار الأخضر، وداخله أغلب دول الشرق الأوسط وتتوسطه الجزيرة العربية. نعم، ناسا تقول إن كسوفا كاملا حدث ذلك اليوم وفي تلك البقعة بالضبط. بكل صدق، سبق لي أن قرأت مقالا عن هذا الموضوع بالذات، وكنت أتوقع أن أجد فرقا في بضعة أيام على الأقل بسبب خطأ في التقويم الزمني، أو لأن الكسوف قد حدث مثلا بعد يوم أو يومين من الوفاة، لكن لا، اليوم نفسه بالضبط. هذا ما تقوله ناسا. فما قول المعني الأول بهذه القصة الغريبة؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام شخصيا. يروي نفس الأئمة أن الناس وحينما رأوا هذا الحدث الغريب هرولوا طبعا لبيت النبي وأطلعوه على ما يحدث فوق رؤوسهم، وتؤكده الناس بعد قرون. شاهد الرسول ما شاهد فوق رأسه، وربما بعد دقائق أو ساعات من فراق ابنه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. رغم حزنه على رحيل ابنه إلى دار البقاء، ورغم عاطفة الأبوة، إلا أن الرسول الكريم لم يرى أن الشمس أو القمر قد يغيبان لموت أحد، سواء كان ابنه إبراهيم أو أي أحد، وإنما هما آيتان من آيات الله يتحركان بمنطق آخر بمعادلة أخرى. في الحقيقة الرسول شاهد الظاهرة التي فوق رأسه يوم وفاة ابنه كما شهدتها وكالة ناسا اليوم، آية بمنطق آخر، آية بمنطق منفصل تماما عن عواطفنا. فالطبيعة والكون والأشياء لا تتحرك لنا كما يقول الله عز وجل، وكل شيء عنده بمقدار، والمقدار لا يتفاعل معنا. في الحقيقة جواب الرسول في القرن السابع لم يكن جوابا عاديا. لو حصل نفس الشيء اليوم لرأيت الناس تهلل لمعجزة حصلت، ولصورت الفيديوهات وتناقلت بعناوين عاطفية: يا سبحان الله، شاهد قبل الحذف، الشمس تختفي حزنا، نار التبوريشة. ولكذب العلماء إنهم قالوا: يا ناس، إنما يحدث فوق رؤوسنا أمر منفصل عن عواطفنا. وربما كفر بعضهم. الرسول كان أعقل منا، كان أكثر هدوءا، كان أكثر عقلانية،
كان أكثر شكا، ولو لم يكن صاحب شك لعبد الأصنام قبل أن يأتيه جبريل. ببساطة لقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفكر. شكرا على هذا النموذج يا رسول الله، والله يستر.